فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص يقول إنه يتدرب في مستشفى للأمراض النفسية. شخص يقول إنه يتدرب في مستشفى للأمراض النفسية، يقول يوجد في هذا المستشفى مرضى، هل هم مكلفون بالصلاة وهل نأمرهم بذلك؟ نعم، إذا كان معهم إدراك تجب عليهم الصلاة، يجب عليكم أمرهم بذلك، تعليمهم. أما إذا كان ما معهم إدراك ليس عليهم صلاة، ما يدري عن شيء، هذا ما عليه صلاة. أما اللي يدرك الأمور ويعرف الضار من النافع ويعرف يميز بين الأشياء، هذا تجب عليه الصلاة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.